طيب دكتور ناجي، احنا يمكن معنا شيء 4 دقائق بس، عاوز اسالك طيب عشان يعني نلم الموضوع، انه اوكي ما كانش في خليقه قبل ادم، يعني شاركنا برساله كل الغرض من خلق ادم للمسيح، شو الهدف من كل الموضوع؟ تمام، احنا خلقنا كبشر بصوره متميزه جدا في ادم وحواء على صورة الله وشبهه، ده ما تقلش على أي خليقة تانية. عشان كده إحنا سعادتنا مش هتكتمل إلا بالتواصل مع الله مرة تانية. المشكلة الحقيقية إن آدم وحواء لما مارسوا حرية الإرادة عصوا الله وحبوا إن هم اللي يحطوا القوانين، مش الله اللي يحط القوانين، وبالتالي انفصلوا عن الله. لكن الله في محبته جه عشان يدفع ثمن الخطية، لأن أجرة الخطية هي موت. فالرب يسوع لما تجسد وعاش حياة كاملة على الأرض ومات على الصليب ودفن في قبر جديد وقام من بين الأموات، بكده دفع ثمن خطيتنا، وهو بيعطينا لكل واحد الفرصة أنه يقترب إلى الله مرة تانية بالإيمان بالرب يسوع المسيح المخلص، لأنه هو الباب. فلما بدخل من خلال هذا الباب بيكون لي شركة مع الله وتبدأ حياتي المسيحية ورحلة الحياة مع الله. هو ده الهدف من حياتنا. لكن علشان نفتكر ان احنا جينا من تفاعلات كيماوية بالصدفة البحتة وبعدين بقينا بشر ونعيش حياتنا وبعدين نموت ونتحلل ومفيش مستقبل ومفيش حياة أبدية، ده بيدي نوع من اليأس، لانه مفيش معنى للحياة بالمرة، مفيش معنى لأي حاجة بنعملها لانها كلها الى فناء. لكن لما نفهم ان احنا لينا حياة خالدة مع الله وان الحياة دي ليها ميزة وليها هدف، ساعتها نكتشف هدف الله في حياتنا هنا على الأرض ونعيش حياة سعيدة معاه، وفي الأبدية لما تنتهي حياتنا هنا على الأرض يكون لنا شركة معاه إلى الأبد. طبعا دي خبر الإنجيل. تعرف يا أسيس نزار، الناس مش عايزة تؤمن بالله الخالق لأنه شيء مرعب أن نؤمن أن في الله خالق لأن أنا هبقى مسؤول قدامه. لكن المسيحية بتقدم الله الخالق والله الفادي اللي دفع ثمن خطيتي علشان نقدر نقترب مرة تانية ونكون واحد في المسيح. فدي خدمة الكتاب المقدس، وده فكر الكتاب المقدس، عشان كده خلق آدم وحواء في منتهى الأهمية للإيمان المسيحي.